خلونا نختم أخبارنا من أولمبياد طوكيو. نجاح منتخب مصر لكرة اليد النهاردة في تخطي أولى مبارياته بنجاح بعد الفوز على منتخب البرتغال. هنتكلم عن أهمية هذا الفوز والانطلاقة القوية للمنتخب المصري لكرة اليد مع الناقد الرياضي الأستاذ أيمن بدرة. مساء الخير يا أستاذ أيمن، أهلا بحضرتك. وشايف إزاي هذه البداية القوية لمنتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد؟ الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة هي خطوة مهمة أنه المنتخب الوطني يتغلب على البرتغال في بداية مشواره في المجموعة الثانية. المجموعة بالطبع مجموعة قوية، على رأسها الدنمارك بطل العالم لمرتين، واللي هنلتقي بها إن شاء الله يعني بعد غد أو يعني صباح يوم الاثنين حوالي الساعة 7 صباحا. يعني المجموعة برضه فيها السويد وفيها اليابان وفيها البحرين، والحقيقة البحرين النهاردة كانت مفاجأة أنها يعني صمدت صمود قوي جدا ولعبت أمام السويد وكانت خسارة بهدف واحد فقط في نهاية المباراة. منتخب مصر الحقيقة بفوزه على البرتغال هو في المركز الثاني في المجموعة، قدم الحقيقة أداء قوي ومتميز يعني مش غريب عليه، لأنه طبعا منتخب مصر هو صاحب المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة، وهو يعني كان على مشارف أن هو يتقدم مراكز أكثر أو أفضل من المركز السابع اللي كان عليه. بالطبع منتخب مصر كان في عناصر متميزة، محمد عصام الطيار، كريم هنداوي، يحيى الدرع، وعلي زين، وطبعا النجم الكبير أحمد الأحمر، ومحمد هشام سند، وإبراهيم المصري، أسماء الحقيقة محمد ممدوح هاشم، مش عايز أنسى حد، لأن كل الأبطال الحقيقة كان في أداء متناغم ومتكامل، وكان التفوق من بداية المباراة. هو المهم بقى المباراة المقبلة إن شاء الله أمام الدنمارك، لأن دي يعني نقطة فاصلة. احنا بنلعب مع بطل العالم، بنلعب مع أقوى فريق. يمكن منتخب الدنمارك ما كانش عنده أي صعوبة أنه يكسب اليابان في المباراة الأولى 47-30، لكن بالطبع الأداء أمام منتخب مصر هيكون أداء مختلف. طبعا منتخب الدنمارك مش هينسى اخر مواجهه بينا في بطوله العالم الاخيره اللي ظلت معلقه بعد يعني التعادل في الوقت الاصلي، ولعبنا شوطين اضافيين، وكانت الحقيقه مباراه في منتهى القوه. ان شاء الله باذن الله تعالى نستطيع يعني ان احنا نكرر الانجاز ونقدم عرض قوي، والمره دي بقى يعني المنتخب الدنماركي ما ياخدش مننا المباراه ونستطيع ان احنا نتصدر المجموعه. توقعاتك ايه يعني فعلا، اذا حياتك بتتمنى كده، لكن توقعاتك ايه للمنتخب في البطوله، خصوصا ان مصر متميزه فعلا في اللعبه دي جدا؟ هو حضرتك الحقيقه منتخب مصر زي ما شفناه في بطوله العالم اللي اقيمت في مصر، وكانت الحقيقه يعني ملحمه في التنظيم وملحمه في المستوى الفني، لانه العالم كله كان متوقف عن استضافه البطولات، ومصر الحقيقه بهذه البطوله اخذت بيد الرياضه في العالم كله وعبرت بها كثير من مخاوف جائحه كورونا. المنتخب الوطني اللي احتل المركز السابع في بطوله العالم عمل يعني معسكر اعداد الحقيقه قوي، وعمل مباريات قويه، واستطاع ان هو يعني يظهر العناصر الشابه، لانه المنتخب عنده ثلاث اجيال، ودي الميزه الحقيقه في كره اليد وتخطيط اتحاد كره اليد من فتره طويله، يعني مش حتى مرتبط بالمجلس الحالي علشان ما نظلمش المجالس السابقه، في تواصل اجيال بشكل كبير. المعسكر الماضي الحقيقه اللي لعب فيه عدد من المباريات الوديه ادى لانصهار العناصر كلها مع بعض، و يعني طبعا مباراه الدنمارك هتكون مباراه ان شاء الله باذن الله قويه، وان شاء الله باذن الله نتوقع ان احنا نكسبها او على الاقل نخرج بنتيجه جيده. انت عارف حضرتك انه في اربع فرق من المجموعه هتتأهل مع الأربع فرق الأولى في المجموعة الثانية. إحنا هيبقى عندنا في الجولة الثالثة مباراة مع اليابان، في الجولة الرابعة هتبقى مباراتنا مع السويد، وآخر مباراة لينا إن شاء الله يوم 1 أغسطس هتكون مع منتخب البحرين الشقيق، اللي الحقيقة كان مفاجأة في المجموعة النهاردة، ولازم نحييهم لأنه فريق عربي قدم مستوى جيد جدا أمام السويد وصيف بطولة العالم. طب لو اتكلمنا عن مباراة مصر والأرجنتين لكرة القدم المقررة كمان صباح الغد، فرص منتخبنا ايه للتأهل للدور الثاني؟
اه طبعا ما نقدرش يعني ما نذكرش الساحره المستديره كره القدم، لانه صحيح. الناس طبعا هتبقى مترقبه بعد المباراه القويه اللي المنتخب الوطني الاولمبي استطاع ان هو يتعادل مع اسبانيا ويحرج المنتخب الاسباني باداء تكتيكي يعني على اعلى مستوى من التركيز. والحقيقه اللي ميز لاعبي منتخب مصر كان الفدائيه في الاداء والروح العاليه، وبالطبع مباراتنا مع الأرجنتين مباراة قوية جدا، مباراة مصيرية حتى للمنتخب الأرجنتيني، لأنه المنتخب الأرجنتيني اتعرض لهزة وهزيمة من أستراليا بهدفين في الجولة الأولى، وهزمته أمام منتخب مصر في المباراة اللي هتبقى إن شاء الله صباح غد، هتبقى يعني تعني إن هو خارج التأهل، وبالتالي طبعا هيقاتل، عنده عناصر مميزة، عنده أليكس مارك ده لعيب محترف في برايتون الإنجليزي، عنده كارلوس فندويلا وده لعيب يعني برضه من اللعيبة الهدافين اللي بيجوا من وسط الملعب. أعتقد إنه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب عنده ثأر خاص مع الأرجنتين بصفة خاصة، لأنه لما كان بيقود منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عام 2001 اتعرض لهزيمة ثقيلة من منتخب الأرجنتين 7-1. صحيح المنتخب ده قدم مباريات قوية واستطاع أنه ياخد البرونزية في بطولة العالم، وهي البرونزية الوحيدة للشباب تحت قيادة شوقي غريب، وكان معاه الحقيقة من العناصر اللي موجودة محمد شوقي اللي هو دلوقتي مدرب في الجهاز الفني. اعتقد ان هم ان شاء الله باذن الله النهار صباح اليوم صباح غدا يعني ان شاء الله يقدروا يحققوا نتيجه جيده، خاصه بعد ما شافوا يعني طريقه اداء المنتخب الارجنتيني وقدرتهم على ان هم يبطلوا مفعول الانطلاقات من وسط الملعب، ويقدر المنتخب يطور هجومه ويستطيع انه يحرز اهداف، لانه عنده عدد من اللاعبين المميزين في التهديف، أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي، وعندنا الحقيقة أسماء كثيرة جدا تستطيع أن هي تحقق الفوز لمنتخب مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الرياضي الأستاذ أيمن بدر، شكرا لك يا فندم.